نشرة إخبارية جديدة من قناة تن، أهلا بكم وإلى التفاصيل. نبدأ جولتنا الإخبارية من الانتخابات البرلمانية، حيث أصدر دكتور عادل عدوي وزير الصحة مجموعة من القرارات المنظمة لتطبيق قرار اللجنة العليا للانتخابات والخاص بتجديد الكشف الطبي على الراغبين في الترشح لبرلمان 2015. وتضمنت القرارات زيادة عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي يتم إجراء الكشف الطبي بها على المرشحين من 40 إلى 80 مستشفى بجميع المحافظات، ومضاعفة عدد اللجان الطبية العاملة بكل مستشفى، ومد فترة الكشف الطبي لتصبح من الثانية ظهرا حتى التاسعة مساء بدل السابعة مساء، كما مد الوزير مدة الكشف الطبي حتى 12 من الشهر الجاري. من جانبه أعلن اللواء سامح سيف اليزال المقرر العام لقائمة في حب مصر انتهاء القائمة من إعداد قوائم مرشحيها. وأشار سيف اليزال إلى أن مرشحي القائمة يستكملون صحيفة الأحوال الجنائية وإجراءات الكشوف الطبية تطبيقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات. وكشف سيف اليزال أن أحزاب الوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن لها نصيب متساو من القائمة، وهو 8 مقاعد لكل حزب. إلى استعدادات المصريين لموسم الحج، حيث أكد دكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية للحجاج بوزارة الصحة أنه لا وجود لأمراض وبائية بين الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة حتى مساء أمس، كما نفى وقوع حالات وفيات. ولفت عطا إلى أن عدد الحالات التي ترددت إلى العيادات التابعة للبعثة الطبية بلغ 1298 حالة حتى الآن. وأشار رئيس البعثة في بيان له اليوم إلى أن عدد الحالات التي دخلت المستشفيات السعودية هي 13 حالة، ما زال يخضع 7 حالات منها للعلاج، في حين خرجت 6 حالات بعد تحسنها. وفي نفس السياق، تواصل تشغيل معبر رفح أمام حركة عبور الحجاج الفلسطينيين لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ الفوج الأول من الحجاج القادمين من قطاع غزة عن طريق معبر رفح في اليوم الأول أمس بلغ 810 حجاج. وقال وكيل وزارة الأوقاف في غزة حسن الصيفي، قال إن موسم الحج يسير بسلاسة دون أي مشكلات، ويبلغ عدد الحجاج الفلسطينيين لهذا العام 6000 حاج شاملا البعثات والإداريين، بينهم نحو 2450 حاجا من غزة والباقي من الضفة الغربية. إلى تطورات قضية الفساد في وزارة الزراعة، حيث أمر المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام بحبس كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة المستقيل ومحيي الدين محمد سعيد مدير مكتبه وأيمن رفعت الجميل ومحمد محمد فودة على ذمة التحقيق في قضية فساد. وأضاف النائب العام في بيان له أن مسؤولي وزارة الزراعة طلبوا رشا عينية متمثلة في بعض الهدايا وبعض العقارات من المتهم أيمن الجميل مقابل تقنين إجراءات الحصول على أرض بمساحة 2500 فدان في وادي نطرون. كان وزير الزراعة صلاح الدين هلال قد ألقي القبض عليه أمس عقب تقديم استقالته. من جانبه، عقد حسام مغازي وزير الري والقائم بتسيير العمل في وزارة الزراعة، عقد اجتماعا مشتركا بين مسؤولي وزارتي الزراعة والري لتنظيم العمل والإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية. وأكد مغازي أنه سيتم التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، ولن يتم التستر على أي فساد أو أي ملفات ستطلبها الجهات الرقابية ستكون جاهزة. وأوضح أنه تم الاتفاق بين القيادات بالوزارتين على بدء تنفيذ استراتيجية مشتركة شاملة لتنفيذ أعمال الري والزراعة. الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بتولي دكتور حسام مغازي أعمال وزارة الزراعة إلى حين تعيين وزير جديد. إلى ملف التعليم، حيث تعلن اليوم وزارة التعليم العالي نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق ظهر اليوم بعد انتهاء أعمال تنسيق طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للتنسيق. وقال سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، قال إن القائمين على مكتب التنسيق استغلوا الوقت المستغرق لإعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة لتوزيع وفرز رغبات طلاب الدور الأول بتلك المرحلة.
نتحول إلى قضية الطالبة مريم صاحبة صفر الثانوية العامة، حيث أكد دكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعية أنه سيتم استكتاب الطالبة اليوم. من جانبها قالت الطالبة إنها مكثت ساعة في عملية الاستكتاب بالطب الشرعية، وتم استكتابها في 7 مواد دراسية. وأكدت مريم أنها تنتظر القرار ولم يحدد موعد إعلان نتيجة الاستكتاب، مضيفة أنها ترفض فكرة المنحة الدراسية بالخارج. إلى العلاقات المصرية الفرنسية، حيث أشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند باهتمام الدولة المصرية بالمساواة بين المسلمين والأقباط والعمل على أن يتمتعوا بكامل حقوقهم على حد سواء. جاء ذلك في كلمة الرئيس الفرنسي خلال افتتاح مؤتمر باريس الدولي لحماية العناصر المستضعفة من ممارسات داعش في سوريا والعراق بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وأشار أولاند إلى أن الهدف من انعقاده هو بحث سبل الحد من العنف والفظائع التي تطال الأقليات الإثنية والدينية. ضربت عاصفة ترابية محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم، ما أدى إلى صعوبة الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية وأعالي الكباري. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا معتدل ليلا. وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 37 درجة مئوية والصغرى 25 درجة، وتبلغ العظمى في الإسكندرية 34 درجة والصغرى 24. وفي أسوان تصل العظمى إلى 43 درجة مئوية والصغرى 26 درجة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. برحب بحضرتك وأسألك عن حالة الطقس السيء، هذه الموجة من الأتربة إلى متى ستستمر؟ أهلا بحضرتك يا فندم. هو طبعا حضرتك البلاد يعني منذ ساعتين تقريبا بدات تتعرض لظاهره ترابيه بتسمى بلغه الارصاد الجويه الشوائب العالقه. شوائب عالقه معناها ان الرؤيه بتنخفض. نعم. ويمكن ده واضح اكثر على محافظات جنوب سيناء، تحديدا عند شرم الشيخ الرؤيه اقل من 1000 متر، القاهره الرؤيه عليها الان 1200 متر تقريبا. نعم. هذه الظاهره طبعا قادمه من بلدان الشام في طبقات الجو العليا، ومن المتوقع ان تستمر معنا حتى يوم الغد وإن خفت حدتها شوية، لكن بيبقى الطقس حار طبعا راتب على القاهرة الوادي البحري، وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، يميل للحرارة على المدن الساحلية خلال ساعات النهار، أما ليلا الجو معتدل على كافة أنحاء الجمهورية. متى ستشهد الأحوال الجوية تحسن ملحوظ؟ إن شاء الله يمكن اعتبارا من يوم السبت الجاي بإذن الله. نعم، جزيل الشكر سيد وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. نبدأ أخبارنا العربية والدولية من تركيا، حيث أعلن الجيش التركي أن القوات الخاصة نفذت عملية عسكرية في شمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستانية بعد هجمات استهدفت قوات الجيش والشرطة. وأوضح الجيش التركي في بيان له اليوم أن قواته عادت إلى الأراضي التركية بعد تنفيذ عملياتها. هذا ويأتي البيان عقب هجوم بعبوة ناسفة استهدف حافلة صغيرة للشرطة في محافظة أغادير شرقي البلاد، أسفر عن مقتل 13 شرطيا. يأتي ذلك فيما تواردت أنباء عن وقوع هجوم إرهابي جديد أسفر عن مقتل 4 من عناصر الشرطة التركية جنوب شرقي البلاد ونسب إلى حزب العمال الكردستانية. كان هجوم بعبوة ناسفة قد استهدف حافلة للشرطة في محافظة أغادير التركية اليوم وأسفر عن مقتل 12 شرطيا وإصابة 3 آخرين. وأفادت مصادر أمنية أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور آلية الشرطة عند أقاصي الحدود التركية مع أذربيجان وأرمينيا وإيران. إلى أزمة اللاجئين على الحدود التركية، حيث لا يزال أكثر من 1000 مسافر عراقي وسوري عالقين عند معبر إبراهيم الخليل الحدودي بين العراق وتركيا بانتظار السماح لهم بدخول الأراضي التركية، من بينهم عشرات من الأطفال والمسنين والمرضى.
يأتي ذلك بعد إغلاق السلطات التركية المعبر لليوم الثالث على التوالي بدعوى استمرار الاشتباكات بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستانية. إلى الأزمة اليمنية، حيث أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية استعداد 10,000 مقاتل بمحافظة الجوف شمالي البلاد في إطار الجيش الوطني الجاري إعداده لتحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من ميليشيات الحوثيين وصالح. هذا وأقيم أمس عرض عسكري بمحافظة الجوف شارك فيه الجنود بحضور اللواء محمد علي المقدشي رئيس هيئة الأركان واللواء عبد الحذيفي وزير الداخلية. يأتي هذا وسط أنباء عن انطلاق أول عملية برية لقوات التحالف في اليمن ضد ميليشيات الحوثي وصالح. من ناحية أخرى، شنت اليوم طائرات التحالف العربي غارات جوية على مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق بالعاصمة صنعاء. هذا واستهدفت الغارات كلية للشرطة ونادي ضباط الشرطة إلى جانب مقر قوات الأمن الخاصة وسط العاصمة، فيما نقلت مصادر مقربة من السفارة الإيرانية مغادرة السفير الإيراني ونائبه من صنعاء. أعلنت فرنسا وبريطانيا عزمهما شن غارات على مواقع داعش في سوريا وسط تساؤلات عن جدوى الضربات الجوية على صعيد وقف تمدد المتشددين، لا سيما أن الاستراتيجية نفسها المعتمدة من قبل التحالف الدولي فشلت في مهمة وقف تقدم التنظيم. ما يقرب من 5 سنوات هي مدة الحرب في سوريا، بينما يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي دون أي حراك يذكر، حيث تتضارب القرارات الدولية حيال الأزمة السورية، كان آخرها طلب الولايات المتحدة من اليونان منع روسيا من استخدام مجالها الجوي في عبور طائرات الإمدادات المتجهة إلى سوريا، فيما أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أنه يجري فحص الطلب، حيث ترسل روسيا طائرات بانتظام إلى اللاذقية تستخدم أيضا في إعادة الرعاية الروس. وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف بأن التقارير عن التعزيزات العسكرية لو كانت دقيقة فإن هذا يمكن أن يزيد من التصعيد في الحرب ويهدد بمواجهة مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويقصف تنظيم داعش في سوريا. تعتبر روسيا الحليف المهم للأسد خلال الحرب التي يقدر أنها تسببت في مقتل 250,000 شخص، وفي حين أن روسيا وإيران تساندان الرئيس بشار الأسد فإن جماعات المعارضة التي تسعى للإطاحة به تتلقى دعما من حكومات منها الولايات المتحدة والسعودية وتركيا. من جهته أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده ستبدأ طلعات جوية استطلاعية في سوريا، وقال أن من المهم الحديث إلى كل الدول التي تدعم انتقالا سياسيا في سوريا بما في ذلك روسيا. وفي تصريح لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عبر فيه أن قواته قتلت 2 من البريطانيين كانا يقاتلان في صفوف داعش ويخططان لشن هجمات على الأراضي البريطانية في أول غارة جوية تنفذها في سوريا. ورغم عدم الحصول على التفويض البرلماني بالقيام بعمل عسكري في سوريا، قال كاميرون لأعضاء البرلمان أنه في إطار الدفاع عن النفس جرى استهداف البريطاني رياض خان وقتل في غارة دقيقة نفذتها طائرة بدون طيار في سوريا. الأيام القادمة ستكشف إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا التحرك الدولي إلى حلول مرضية للأزمة السورية التي بدأت تأثيراتها تظهر جليا على المجتمع الدولي ككل. قرر مجلس إدارة نادي الزمالك قبول اعتذار محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالية واستكمال التعاقد معه. كان مرتضى منصور قد صرح بتجميد صفقة شيكابالا بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل تعاقده وإعارته للإسماعيلي، واشترط رئيس الزمالك اعتذارا رسميا من اللاعب من أجل مناقشة استكمال التعاقد مرة أخرى. الجدير بالذكر أن الزمالك قد اتفق مع سبورتنج لشبونة على استعادة شيكابالا مقابل 650,000 دولار، وتم الاتفاق على إعارة اللاعب إلى الإسماعيلي موسما واحدا مقابل 150,000 دولار.
تقرر تأجيل عودة الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي إلى يوم غد 9 من سبتمبر لارتباطه مع منتخب بلاده بمواجهة زامبيا وديا. كان إيفونا قد شارك مع منتخب بلاده أمام السودان في التصفيات الإفريقية وأحرز هدفين من أصل 4 أهداف أحرزها فريقه في مباراته أمام السودان والتي انتهت برباعية نظيفة. ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في تدريبات الأهلي الجماعية عقب عودته مباشرة في إطار الاستعداد للقاء الملعب المالي يوم 12 من سبتمبر الجاري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية. يتقدم نادي برشلونة باستئناف أخير للمحكمة الرياضية الإسبانية ضد عقوبة إيقاف جيرار بيكي 4 مباريات لكي يلحق بمباراة أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من الليغا وفقا لما نشرته صحيفة موندو ديبورتيبو الكتالونية. كان بيكي قد عوقب من الاتحاد الإسباني بالإيقاف 4 مباريات بعد اعتدائه على حكم مباراة فريقه مع أتلتيكو بلباو في إياب السوبر الإسبانية وغاب عن أول جولتين. يشار إلى أن الاتحاد الإسباني رفض بالفترة الماضية استئناف برشلونة ضد عقوبة بيكي والنادي الكتالوني يحاول للمرة الأخيرة. ختام نشرتنا الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.